في سوريا قتل 3 جنود من قوات النظام في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق وفق ما أعلنت وكالة الأنباء التابعة لها. وأشارت وكالة سانا التابعة للنظام إلى أن صواريخ أرض أرض إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق ومنطقة السيدة زينب ومناطق في ريفي طرطوس وحمص وسط وشرقي البلاد. وأعلنت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما أسمتها بأهداف معادية في سماء ريف العاصمة دمشق. وخلال العام الجاري تعرضت الأراضي السورية ل12 هجوما اتهم نظام إسرائيل بتنفيذها عبر ضربات صاروخية أو جوية، وأسفرت عن إصابة وتدمير نحو 33 هدفا ومقتل 28 من العسكريين، إضافة إلى إصابة 40 من بينهم 6 مدنيين.